سلام بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، اموركم هانيه بصحه جيده، وليداتكم عائلاتكم كل شيء بخير، معز عليكم. المهم اول حاجه نقول لكم زعما هاد الشتي اللي طاحت فرحتنا بزاف 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 بزاف، وحيدت لينا حتى داك البرد اللي كان. الحمد لله ما بقاش البرد كيف ما كان. واش طاحت انتم عندكم الشتاء ولا لا؟ المهم اليوم جيت نشارك معكم هاد لا فيديو، بما انه الموسم ديال الليمون والموسم ديال المندرين، والوقيته ديال المندرين الحمد لله موجود ورخيص والثمن ديالو اللي مناسب، فقلت نقترح عليكم هاد البسبوسه اللي غادي تكون بعصير المندرين والتفاح. اييه، العصير المندرين والتفاح جربوها، راه تجي لذيذه وغزاله وخفيفه، ومن اللي عاد جربوها راه ما تبقوش تستغناو عليها. نبداو بالمقادير على بركه الله. عندنا كاس ديال المندرين معصر، عندنا 4 معالق ديال الكوكبار، معلقة الكونفيتير كبيرة ديال المشماش أو الخوخ، واحد شاسي ديال الفاني، جوج شاسيات ديال خميرة الحلوى، كاس كما تتشوفو ديال السكر سنيدة وقبيصة الملحة، كاس الزيت، جوج كيسان ونص ديال العنبة السنيدة رقيقة، وثلاثة ديال البيضات. وبطبيعة الحال هكا واحد التفاحة كبيرة محكوكة في الحكاكة الغليظة. هادو هما المقادير البنات، تنتمنى أنكم تجربوها وتردو عليا خبار، وندوزو دابا للطريقة على بركة الله. كيف ما تشوفوا البنات هنايا، خديت البول ديالي درت فيه ثلاثة البيضات، قبيصة الملحة، السكر والفاني، وغنخدمهم مزيان حتى يطلعوا ليا بحال كريمة، وعاد ديك الساعة نكمل المقادير اللي باقيين. هانتوما البنات، هانتوما البنات، البيض ديالي مع سنيده والفاني وقبيصه ديال الملحه كي تيولي تيولي ليا زعما الكريم تيطلع ليا مزيان. دابا غادي نزيد كاس ديال الزيت وكاس ديال عصير المندرين، وغادي نزيد الكونفيتور ديالي معلقه كبيره صافي، وغادي نخلط ونعاود نرجع لكم. هنايا البنات كما تشوفوا خلطت جميع المكونات ديالي، الليمون، الزيت، الكونفيتير، البيض وكل شيء. دابا غادي نزيد التفاح، التفاحه ديالي اللي حكيتها في حكاكه غليظه، تفاحه كبيره، وغادي نزيد 4 معالق ديال الكوك كبار، وغادي نزيد السميده ديالي بشويه بشويه مع التحريك. دابا غادي نزيد الخماس ديالي، مع انه البرد غندير هي نورمالو ندير عا وحده ونص، دابا مع البرد غندير جوج، وغنكمل السميده ديالي اللي بقات اللي ديجا البنات راه غبلتها، وصافي تنحركو حتى تتنسجم ليا العناصر، وتنديروه في القالب اللي تيكون مدهون بالزبده ومرشوش بالسميده. هانتوما شتي القوام ديالها كي تيجي، تيجي على هذا الشكل. هانتوما ممكن تمنوا تجربوها وراح تعجبكم بزاف. عرفتي دابا غير الريحه ديال المندرين والفاني وهذه عرفتي طالعه زوينه. المهم البنات نمشي نوجد المول ديالي ونرجع لكم. فانتم البنات كما تشوفون عندي هاد الطبسيل ديال الفران هكا لي دائري اللي تنديروا فيه بسطيله، وهذه فانا عجبني انني نديرها هنايا. بغيتو ديروها في الحديده الثقيله ديروها، بغيتو ديروها في هذاك المول اللي مشنف من جناب ديروها، بغيتوه دائري، بغيتو زعما المول اللي عندكم ديروه، وبغيتو ديروها في قوالب فرديه فديروها في قوالب فرديه هكا زعما تيجي كل واحد تجي المنظر زوين، وكل واحد ياخذ الوحيده ديالو. فهو الخالص ديالنا ارتاح، بما دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بالسميده، خليت الخال ديالي يرتاح. دابا غادي نخويه في هذا في المول ديالي او في الطبسيل اللي درتها فيه. هاي البنات درتها في المول كما تتشوفوا، دابا ندخلها على في الفران على درجه 170، على حراره درجه 170، غنشعل عليها من الفوق حتى تطلع ليا وتحمر، عاد نشعل عليها يتحمر لها الوجه ديالها، وديك الساعه نخرجها ونوريها لكم وكيفاش طريقه التزيين. كل واحد زعما تختلف وكل وشنو كاين موجود في الدار تزينوها. المهم انا نوريكم الطريقه باش نزينها، ولا عجبتكم تندوما ديروها. يلا نتلاقاو ملي طيب ليا البسبوسه ديالي.
انا رجعت لكم بنات البسبوسه ديالي هي طابت، يلا خرجتها من الفران كما تشوفوا مازال الدخان طالع منها، فتجي على هذا الشكل. خلي المهم انا تحمرات لي شويه من هنايا ماشي مشكل، وتتجي رطبه هانتوما هشيشه، غير جربوها البنات راه ما تندموش عليها، وتتخرج زعما هاد الكميه اللي كبير. اما لو درتوها في القوارب فتقريبا تخرج لكم هذوك الصغيورين اللي مول الصغيورين، تخرج لكم تقريبا 30 واحد. المهم دابا عندنا بالكونفيتير، وعنزوقها من الفوق بالكوك. بغيتو تزوقوها باللوز مهرمش، كاوكاو مهرمش او اللوزي فيلي وهادي، فماشي مشكل، زوقوها باي حاجه متواجده عندكم في الدار وصافي. المهم انا نزينها ونعاود نرجع ليكم. عند هنا غير بالكونفيتير وندير فوقها الكوك وصافي، وانا نرجع باش نقطع لكم طريف باش تشوفوها كي جات من الداخل. كما قلت لكم تجي على هذا الشكل. المهم انا نقطع لكم طريف منها وشوفوها كيعجي من الداخل. تنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعليق، وما تنساوش تبارطاجيو مع اصدقائكم حتى هما باش يجربوها. ولا كنتي اول مره تدخل عندي القناه ديالي، فمدي قبل ما تخرج دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك دائما الجديد ديالي. والناس اللي مازال ما مفعلين الجرس ففعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وتنقول لكم شكرا عليكم، ومرحبا بالناس الجداد والهلا يخطيكم عليا، وبيكم ان شاء الله القناه غدا وتزيد تكبر. وانت هذا الشيء كله بفضل ديالكم وبفضل التشجيع ديالكم، والهلا يخطيكم عليا. وشكرا لكم، وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف، تنبغيكم بزاف، تنحماق عليكم بزاف، وبوسه كبيره لكم كاملين. وخليكم معايا نقطع لكم الكيكه او البسبوسه ديالي باش تشوفوها كي جات من الداخل. يلا سلام عليكم، تنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البنات كما قلت لكم، تجي على الشكل وما تقطعوش، وهي سخونه راه تجي هشيشه بزاف، راه تفرت لكم. جربوها وردوا عليا الخبار. ها نتوما، ها نتوما شتي شحال تجي رطبه، ها شتي شحال رطبه البنات، ومذاق يا سلام. المهم البنات نتمنى تجربوها، والسلام عليكم.